ها أبشر، حمامة لو غراب، كلمات تقال عند انتظار سماع خبر، يرجع أصلها لأسطورة عراقية قديمة يتجاوز عمرها لأكثر من 5000 عام، حيث ذكرت في ملحمة كلكامش خلال قصة الطوفان العظيم، حيث بعد أن كثرت معاصي البشر قررت الآلهة إغراق الأرض بفيضان كبير أهلك به الحرث والنسل، الذي امتد لسبعة أيام متواصلة. في هذا الوقت كان أوتنبشتم في سفينته التي شيدها بأمر من الآلهة يحمل معه بعض البشر وزوجين اثنين من كل حيوان. عندما انتهى الطوفان، قرر أوتنبشتم إرسال مراسل ليبحث له عن اليابسة. فأرسل في البداية غراب فذهب الغراب ولم يعد. فأرسل من بعد ذلك حمامة، فذهبت الحمامة وعادت له بغصن الزيتون الأخضر كبشرى لعثورها على اليابسة. فأصبح من يرسل شخصاً لأمر ما ويرجع يقولون له: بشر، حمامة لو غراب.